10 دوفينو دون طقوس ومعهم الجنرال المذبوح وأعبابه في قبر جماعي على طرف ميدان الرماية، لا بين الرباط وتمارا. وتمارا نعم، في هذه المنطقة دوفينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم. هذه الحضارة ديال الصباح، نفس المكان ونفس التوقيت اللي تعدموا فيه الضباط العشرة في أحداث صخيرات سنة 1971. الفيديو تعاود نظرا للصوت والصورة اللي ما كانوش في المستوى. نتمنى من الله نقربكم من آخر لحظات في حياة هذا الضباط، هذه اللحظات اللي كانت في هذا المكان، هذا المكان اللي أسسته القوات الفرنسية والاستعمار الفرنسي سنة 1938، وبقى على ذاك الحال حتى الفجر الاستقلال، ولات كتستعمل القوات المسلحة الملكية كمكان للتدريب، والمعالم ديالو ما كانتش بحال هكا نهائيا، على الأقل في التسعينات أو أواخر التسعينات كان هذا المكان يعج بالرصاص الفارغ، وكانوا دبابات محطمة. وبالنسبة لأبناء الرباط أو أبناء يعقوب المنصور فهم كيعرفوا قصة ديال هذا المكان حق معرفة. نهار الإعدام كان الحسن الثاني في واحد الربوة من هذا المكان بعيد على أعمدة التنفيذ، وكان يالله التقط الأنفاس دياله من الهول ديال داك الشيء اللي شاف في الصخيرات. هنا جو الجنرالات الأربعة والضباط الآخرين مكبلين وفي سيارات هالف تراك، وبعضهم في شاحنات مغطين عليهم الباش، ما شافوا والو من بعد أيام من العذاب. تكنت مولاي إسماعيل اللي قريبة على هذا المكان تقريبا بواحد 9 كيلومترات، ما بعيداش بزاف 9 كيلومترات، وتماك أيضا كاينة تكنت اللواء الخفيف للأمن بعيدة على تكنت مولاي إسماعيل بشي 300 أو 400 متر. هذا المكان في ديك الوقيته مع 11 ديال الصباح كان يعج بالشاحنات العسكريه، درك قوات مساعده، ضجيج، ضباط صف كتيبه الاعدام. كان هذا المكان عنده رهبه في ذاك الصباح اللي تعدموا الجنرالات هنا في هذه البلاصه، كانت آخر نظرة لهم في هذا المكان اللي اختلفت المعالم دياله. صراحة كان صور كبير كيمنع أنك تدخل نهائيا لهذا المكان، ما بقاش صور. كان واحد المنزل من القرميد فيه واحد العساس، وللإشارة ذاك العساس من قدماء المحاربين وشهد على هذه الحادثة أو هذه الأحداث، وشهد على إعدام انقلاب هاد الضباط. هاد المكان اللي بدات الأشغال قريبة منه، ولا أظن أنه من هنا لقدام غتبقى هاد البلاصة، لأنها غتختفى نهائيا، على حساب ما شفت منها بتصورت هذا المكان لي ترونشي اللي كانوا في الارض تردموا، وحتى بعض الاشياء اللي كانوا تهرسات وتردمات. كنا كنهبطوا كنلقاو الرصاص الفارغ بغزاره، دابا ما بقاتش ديك البلاصه كامله تقلبات. وعلى صورنا هذا الفيديو باش يبقى في الارشيف، واللي بغى يدخل يشوف هذا المكان اللي تعدموا فيه هاد الناس، حيت صراحه في المستقبل محاش هاد البلاصة غتبقى، لأن داك المنطقة كاملة في مشروع كورنيش كبير. ونحمد الله أن على الأقل ضفرنا بهاد الفيديو باش يبقى كذكرى. والجديد في الأمر وهو أن شاهد عيان من بعد ما شاف الفيديوهات تلاقيت معاه فائده به من أبناء الحي اللي كان سكن فيه، وكان من الناس اللي كانوا في الأحداث،
وشاهدوا بزاف ديال الحوايج، ورانا المكان ديال دفن الضباط العشرة. كنا كنقولوا لهم قديما قبور قبة السلطان، قبور مجهولة. كنا صغار كنهبطوا لتماك تلقاو واحد القبورة ولكن ما عارفينهمش ديالهاش، لدرجة أن ظنينا أنها مقابر قديمة. ولكن منين بدا واحد المشروع تماك وطوقات المكان بسياج، شاعت أخبار أنهم لقوا جثث أو عظام، ومن تماك تكتم على الموضوع وما تعرف عليه والو، وظنينا أنها إشاعة. حتى جا السيد اللي أكد لنا صحة المقولة والمكان الحقيقي اللي دفنوا فيه الضباط العشرة. خليكم معنا، من بعد ساعات غينزل فيديو المكان الحقيقي اللي تعدموا فيه الضباط العشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.